مؤتمر جهوي مهم ينعقد في إطار المؤتمرات الجهوية التي يعقدها حزب التجمع الوطني الأحرار على مستوى التراب الوطني. مؤتمر على في جدول الأعمال مجموعة من النقاط التي يتم مدارستها، ولا الجانب المتعلق بكل ما هو تنظيمي استكمال الهياكل الجهوية، وعلى المستوى الوطني مناقشة التموقع الجديد للحزب اليوم على مستوى رئاسة الحكومة والقيادة الأغلبية، أيضا التحديات المرتبطة اللي كتعيشها واللي كتعرفها بلدنا عموما، إن تلك المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية أو التطورات السياسية. هذه كلها قضايا تمت مناقشتها داخل هذا المؤتمر، وكانت لحظة من أجل التأكيد مرة أخرى على العزم ديال الحكومة أنها تكون إلى جانب المواطنين في مختلف يعني التحديات التي يعيشوها، وأيضا تذكير بالالتزام وبالوفاء بالتعاقدات اللي عقدها الحزب مع مختلف المواطنين عبر مختلف الجماعات الترابية للمملكة. حرص قوي على الحضور الميداني التمثيلية الحمد لله، ودينامية كبيرة يعيش على إيقاعها اليوم الحزب، لقاءات في مختلف الجهات والمناطق، إن على مستوى الهياكل الموازية كالشباب والنساء أو يعني اللقاءات التنظيمية بحال هذا اللقاء اللي رحنا موجودين فيه اليوم. شكرا، وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.